جميل تبتهج به تعز كل عام باحتفالها بأغلب الأحياء بقدوم ضيف عزيز محبوب من الجميع. رمضان شهر العبادة والكرم والتسامح والفرح والاستبشار بأن القادم أجمل، هذا ما يرى من عيون الصغار وضحكاتهم، فهم المستقبل الذي ينتظر البلد. خرجت أنا وصديقاتي نحمل الفوانيس ونفرح برمضان. خرجت علشان أفرح برمضان. خرجنا علشان نحتفل برمضان ومناسبة رمضان، نحن نحتفل كل سنة. لقينا نحتفل بشهر رمضان، شهر رمضان مبارك. أننا اليوم نحتفل بأنه شهر كريم وإحنا فرحانين به. تنوعت أساليب وطرق الاحتفال من حارة إلى أخرى، فكل حسب إمكاناته، وما يجمعهم هو الفرح والأطفال وفوانيس رمضان وتبادل التهاني والابتسامات البريئة من قبل الصغار، من لا يعرفون الحرب ولا الكره ولا تقاسيم السياسة التي فرقت اليمنيين. ها هم اليوم يحيون موروثا شعبيا كثيرا ما اجتمع اليمنيون حوله كمحطة فرح في ظل الحرب والحصار. نحاول ندخل الفرحة في قلوب الأطفال ورسم ابتسامتهم ونسيان الوضع اللي نحن فيه من حرب والمعيشة والغلاء والاقتصاد من كل جهة، ولذلك نحاول ندخل الفرحة والسعادة بقلوبهم بكل إمكانياتنا. مدينة الفرح والاستبشار رغم ما تمر به، هذه هي تعز. الكبار والصغار فرحين ويتمنوا أن تأتي العام القادم وقد انتهى الحرب والحصار والغلاء، وتكون الفرحة أكبر وأعم. محمد يوسف لقناة سهيل، تعز.